بسط الأرض على ماء جمد. سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عدد. سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحد. سبحان من عنت الوجوه لوجهه فهو الكريم يجيب من ناداه. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه. حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرص الأفواه. صمد بلا كفء ولا كيفية فمن النظراء والأشباه. والناس يعصون أوجاعهم فيسترهم والكل تحت القدر وهو إله. ما كان غيرك من إله يعبد وله سجود أوجه وجباه. الله يا الله تباركت يا الله. رفع السماء ترونها من غير أعمدة لها أصناء. والأرض أرساها وما فوق الثرى كي لا تميل بأهلها البطحاء. نصب الجبال بقدرة وبحكمة جل القدير وما له شركاء. خلق الأنام من التراب ونطفة وكسى العظام وبعدها الإنشاء. ليبين الإبداع في تصويره ويقر في الأرحام كيف يشاء. تباركت وتعاليت يا قدوس يا الله. أنت القوي وكلنا ضعفاء. نسألك من فضلك يا الله. أنت الغني وكلنا فقراء. وحد صفوف المسلمين يا الله لكي لا يشمت في دينك الأعداء. أيها السادة، ما كان ذاك مطلوبي والمصطفى هو حبي ومحبوبي. واجتمعنا على سنته اليوم لنشاطر آل الروم في ليلة تكريم الأم الكريمة التي كانت نعم الزوج الودود الولود. وكانت نعم الأمة المربية لرجال أكرمين لهم المنوال والمفقال. وكما قال نبينا سيد الرجال: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زوره. أيها السادة، مشاركة للسيد المستشار طلعت الرومي عود كريم إلى ساحة القرآن الكريم. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. قارئنا الليلة، ضيفنا الليلة، قارئ رئاسة الجمهورية وعلم الإذاعة المصرية وكروان الفجر بالإذاعة وقدر الأمسيات الدينية، فضيلة القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم
بهم وزدناهم هدى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قومنا اتخذوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما عليكم يا رب. نعم يا عمنا نعم.
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد الله أكبر
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله من يهد الله فهو وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. الله أكبر الله أكبر. بنفتح عليك.
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لملئت منهم رعبا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها
صلى على حضرة الثالث مش كلام بعد كده. فلينظر فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. يا سلام. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ليعلموا وأن الساعة لا ريب فيها Fa
فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. الله أكبر. سليم اذكر الله. قال الذين غلبوا لنتخذن عليهم مسجدا. الله أكبر. الصلاة على سيدنا النبي. قال الذين غلبوا على سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا فلا تمار فيهم إلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل
أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت يا رب يا رب ولا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله
شيء إني فاعل ذلك غدا. أيوة ستة. الله عليك يا مولانا، هي دي فيها سر العبادة دي كمان. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. إلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء كمان. عشان التوكل ما يبقاش الا على الله بس، اللي بيتكل على ماله بيقل واللي على علمه بخل واللي عقله بزل، لكن يتكل على الله. صلي على النبي. الله اكبر. ولا تقولن لشيء اني إلا أن يشاء الله. عظيم جدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. يا رب. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أقرب من هذا رشدا. الله أكبر. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا.
عملك يا رب؟ قل الله أعلم بما لبثوا. له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع أبصر به وأسمع ما لهم أبصر به وأسمع ما لهم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن
وقل الحق من ربكم فمن شاء من سندس
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا واستبرق متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا متكئين فيها على الأرائك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
صدق الله.